السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقه الخامسه من برنامج رحاله في ايران. شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم على الدعم ديالكم في الحلقات السابقه، وشكرا لكم بزاف على النصائح ديالكم بالاخص طريقه التصوير. وكاين عدد كبير من الناس اللي قال لك هذيك الطريقه ديال التصوير في واحد المكان مظلم، بعض الشيء اللي ناقصه بالاخص الاضاءه، وحاولت انني نبدلها. وكما كتشوفوا دابا حاولنا اننا نبدلنا الطريقه ديال التصوير، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. يلا على بركه الله نبداو الحلقه الخامسه ديالنا. ولا عجبكم هذا الفيديو داك كنتمنى انكم تضغطوا على الزر ديال الاعجاب، ولا كنت اول مره كتشوفوا هذه القناه كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاشتراك في القناه. من بعد ما جلسنا مدة يومين في مدينة طهران، جاء الوقت باش نغادروا هذه المدينة هذه وغادي نمشيو لواحد المدينة أخرى. والمدينة اللي كنا مخططين أننا نمشيو ليها من بعد مدينة طهران وهي مدينة أصفهان. الخروج ديالنا من مدينة طهران كان سهل جدا، ما كانش فيه شي مشاكل ولا شي حاجة، بالأخص باش تلقى واحد المكان باش دير أوتوستوب ديالك. يلا خرجنا دابا للأوتوروت، جينا من هاد الطريق هادي، أنا غادي نوريك. جينا من هاد الطريق، كنا في هاد البلاصة سميتها كمال الملك سكوير، هي سكوير هنا تقول لها ميدان، حنا نقول الساحة. جينا من هاد الطريق هادي، دابا حنايا هنا جالسين وغادي نكملو، غادي نمشيو ان شاء الله لأصفهان. هاهي المهم حنايا راه جالسين هنايا، غادي نشدو هاد الطريق هادي ان شاء الله الى غادي دينا لأصفهان. شدينا المترو لآخر محطة كاينة في المدينة، وتما توكلنا على الله وبدينا الاوتوستوب ديالنا. وكما تنعرفوا الا بغيتي دير اوتوستوب خاصك ضروري تخرج على مركز المدينه، تمشي لشي مكان خالي، وبالاخص هذا المكان هذا يكون في الاتجاه ديال المدينه اللي غادي ليها. وثاني حاجه وهو يكون المكان مناسب لتوقف السيارات، ماشي تجي مثلا في فيراج وتبقى دير اوتوستوب. الا جيتي في فيراج وبقيتي دير اوتوستوب راح تجي واحد ما غادي يحبس ليك. وهذا الشيء اللي درت انا والزوجه ديالي، خرجنا برا على مركز المدينه ديال مدينه طهران، وقفنا تنديروا اوتوستوب ونشوفوا كيفاش غادي تكون القضيه. بين الاشياء اللي اثارت الانتباه ديالي ملي كنت غادي انا والزوجه ديالي، وهو انه كنا هازين الباك باك، الشكاير ديالنا هازينو فوق ظهرنا وغادين. ملي كانوا تشوفوك الناس من الشراجم، تشوفوك من حد الباب ولا شي حاجه، تيجيو عندك مباشره، تيجيبوا لك مثلا الماء، تيجيبوا لك عصير، تيجيبوا لك الخبز، الفرماج، اتاي، تيقول لك منين نتايا، كتقول له مثلا من المغرب، من هولندا، تيقول لك مسافر، تيديك بحال ما هكا مسافر، يعني مسافر هي باللغه العربيه نفس الشيء، بالفارسي تيقول لك مسافر بحال هكا، تيدير لك هكا وتعطيك ما تاكل، تقول لك كول ملي كتسالي كترجع له وكتكمل الطريق ديالك. هاد الشيء هذا من بين الاشياء العاديه اللي كاينه في ايران، يعني بحال تقول كرم الضيافه، تحاول انه يكرمك لانك ضيف، بالاضافه انك مسافر في بلده. ما بين المشاكل الاولى اللي كانت في اوتوستوب هو انه الناس الايرانيين ما كانوش يفهموا شي حاجه سميتها اوتوستوب. كتم غادي تتشير بحال ما كتقول في لك طاكسي وقف لك كار وقف لك انسان عادي بالطوموبيل ديالو، تيسولك تقول لك فين غادي، تقول له مثلا غادي لمدينه اصفهان، تقول له اصفهان، تيقول لك لا راه بعيده بزاف ولا شي حاجه. تحاول انك تشرح ليه شنو دير، واخا كان مشكل في التواصل، كان واحد المشكل كبير في التواصل باش تشرح للناس باللغه الانجليزيه. وكما قلت في الحلقات السابقه بان العديد من الناس تما ما كانوش يهضروا اللغه الانجليزيه. من بعد واحد المعاناه طويله بالاخص مع الناس، تحاول انك تشرح لهم شنو تدير لانهم ما تعرفوش اوتوستوب او انهم عمرهم سمعوا بها، لقينا واحد الشخص شرحنا ليه، لقينا تيهضر باللغه الانجليزيه، شرحنا له شنو تنديروا شنو الهدف ديالنا من ايران، لان الناس كانوا تيسولوا بزاف. هو يقول لنا راه هذا المكان هذا اللي فيه نتوما راه مستحيل انك تلقى فيه شي اوتوستوب لمدينه اصفهان، خصني نزيدكم واحد 10 كيلومتر نخرجكم على هذا المكان هذا اللي فيه، نديكم لوطوروت وتما غادي تلقاو مباشره لمدينه اصفهان. لانه كما قلت لكم في الحلقات السابقه ما كناش نخدموا بخريطه مثل جوجل مابس او مثلا مابس مي، لانهم خرائطنا ما كانوش خدامين في هذيك الدوله، لانهم
حتى شي خريطة مخدمة في دولة إيران، لأن صعيب باش تلقى المعطيات. حاولنا أن نرجعوا مثلا للزمن القديم، حاولنا أن ناخذوا واحد الخريطة ورقية، وديك الخريطة الورقية اللي بقينا متبعين فيها، وكان خصنا ضروري أننا نمشي لواحد الشارع الاسم ديالو شارع الإمام علي. لكن واخا مشينا هذاك الشارع ما لقيناش نفس الاتجاه وما لقيناش الاتجاه الصحيح. This Imam Khomeini Street. This one. And the shrine is this one. It's a mosque. Masjid. Masjid. Masjid, the mosque. And this Imam Khomeini. Okay. And Kamal al-Mulk Square is this way. Okay. تشكر. هذاك السيد اللي كان تيهضر باللغه الانجليزيه ركبنا في السياره ديالو ووصلنا حتى لطوروت. يعني حنايا واقفين هنايا وتبان لك في هذيك البلاصه اللي هي تيبان لك تمايا لطوروت. او تشاري سيفي. ثانك يو. كياني Yeah, the plastic, you have it? Yeah, it is there. Teşekkür. Teşekkür. Goodbye. Goodbye. Thank you. What? It's fine. Thank you. غير وقفنا ما كملناش واحد المده نقدر نقول لكم ديال دقيقتين او ثلاث دقائق وحبس لينا واحد الشخص بالسياره. ملي وقف لينا داك الشخص بالسياره بقينا نتهضروا معاه، قلنا له اصفهان، وقال لنا اصفهان. وبعد مره ثانيه ملي كنت تهضر شي حاجه تقولها بالفارسيه تندير له اوكي بحال ما كنقول له اوكي يعني ها بغيت نركب معاك ونمشي لمدينه اصفهان ونشوف. Did he stop for us? Yeah. Okay. ها واحد السيد يلا حبس لينا دابا. فهمك دابا فهمك داير بقات تشير، قلت لها لا ما تشيريش من البلاصه، هي بقات عاد تشير ما عرفنا من اليمين لا من اليسار. المهم شيرات ها السيد حبس لينا. سلام. Are you going to Isfahan? Good. Can you take us with you, please? So some bazaar, I'll be with you. Okay, thank you. Thank you. لطوروت في دولة إيران ماشي مجانية، تتخلص عليها الفلوس. غير وصلنا للطوروت تعطي مثلا الفلوس غادي ياخذ هذيك البطاقة وأنه غادي يسحبها من هذاك الشخص، تجيك مباشرة كتفكر المغرب. ونقدر نقول لكم بأنه 90% لطوروت ديال إيران دايرة بحال لطوروت ديال المغرب. من مدينة طهران إلى مدينة إصفهان كانت تقريبا شي 4 سوايع ولا 5 سوايع ونتهي في الطوموبيل، ولكن مع لوطوروت صافي كتم غادي شي طريق وحدة. بالأخص هذاك الشخص اللي درنا معاه أوتوستوب لقيناه حتى هو غادي تال إصفهان وبقينا تنهضروا معاه. كان ملي تيحبس مثلا في شي ستوب ولا شي حاجة كان مباشرة تمشي يجيب الماء، تيجيب لك ما تاكل، تيجيب لك مثلا شي كاسكروت، تيجيب لك شي زريعة. أكثرية الناس ما في إيران مبليين بالزريعة، تياكلوا الزريعة بزاف، هذيك الزريعة البيضاء اللي تنقولوا حنايا كتكون الزريعة ديال القرعة تلاتي ياكلوها بزاف. غير تيمشي تيجيب لك اول حاجه تيجيب لك الماء، واهم حاجه وهي الموسيقى الايرانيه. ضروري ومؤكد تلقاها في الطوموبيل، وكتلقاها تيتمزق الموسيقى الايرانيه وتتصنت ليها وحافظ الكلمات ديال هذيك الموسيقى اللي تسمع، او هذيك الاغنيه اللي تسمع تلقى حافظ الكلمات ديالها وتبقى غادي معاهم. هذه ما بين الاشياء اللي هي شيء عادي في ايران وهو الموسيقى. ان شاء الله في طريقنا الى اصفهان مع الموسيقى الايرانيه. فهم قسم مرايره السيد اللي وصلنا راه هو الكليمه مع الموسيقى الايرانيه. من بعد 4 سوايع في لوطوروت وصلنا لمدينة أصفهان. هذاك الشخص حطنا في مركز المدينة ديال أصفهان، قال لنا هذا هو المركز المدينة، كاين لوطيل لهيه، كاين مثلا تيلي بوتيك كاين لهيه، كاين مطعم لهيه، توريك هذوك الأساسيات اللي غادي يحتاج أي مسافر غادي في شي بلاد ولا شي حاجة، تقول لك هذا هو المركز المدينة. وقفنا قلنا له شكرا لك بزاف، هو يمشي كمل الطريق ديالو. من بعد واحد الفترة وجيزة في مدينة إصفهان تجمعوا علينا بزاف ديال الناس،
الاسئله، واش بغيتي اوتيل، واش بغيتي مطعم، واش بغيتي هادي، واش بغيتي هادي. حنايا ديك الساعه ما كانش عندنا الانترنت، ما كانت عندنا لا 4G لا والو، كنا تعتمدوا على حاجه وحده وهو كتاب ديال لولي بلانيت. ملي كنا تقراو في داك الكتاب تنحاولوا اننا نشوفوا فين هو شي اوتيل رخيص، مثلا شي بلاصه رخيصه، فين جات مركز المدينه، كيفاش غادي نمشيو لمركز المدينه، شحال غادي نخلصوا باش نمشيو لمركز المدينه. من بين هذوك الناس اللي كانوا مجمعين علينا جوج بقاو تيهضروا من خلال الطريقه ديال الكلام ديالهم، تيبان بانه بحال تيدابزوا ولا شي حاجه، وتسمع بان هذاك الطريقه غير من النبره ديال الصوت ديالهم، الطريقه ديال مثلا ديال الحركه ديالهم، تا هو بحال هكا بحال ما هادشي الطريقه تيهضروا. انا المره ديالي استنتج، قلت لي راه الناس تيدابزوا، ما عرف علاش يدابزوا، ما فهمتش. من بعد غادي يجي واحد الشخص اللي غادي يكون تيهضر باللغه الانجليزيه، هذاك الشخص عاش واحد الفتره عاشه في امريكا، جا ما لقيناش معاه مشكل في التواصل، بقى تيشرح لينا، قلت له راه الناس هادو راهم قبيله وتيدابزوا، ما فهمتش علاش يدابزوا. هنا غادي يقول لي واحد الحاجه، هاد قال لي هاد الناس هادو راه تيدابزوا على شكون غادي يديك معاهم للدار، شكون غادي يصادفك، شكون غادي يخليك تبات معاه، شكون اللي غادي يوكلك، شكون غادي يخليك مثلا غادي يكرمك في الكرم ديال الضيافه ديالهم. بقيت نشوف انا المره ديالي تعجبت، يعني جوج ديال الناس يدابزوا، شكون اللي غادي يربح باش يديك نتايا يكرمك اكرام الضيف. هذه ما بين الاشياء الغريبه اللي شفت في ايران، حتى المره ديالي تعجبات. ربما انا بالكون ديالي مغربي، كرم ديال الضيافه شيء عادي هنا في المغرب عندنا، واخا كتشوف تيجيك واحد الحاجه عاديه، ولكن بالنسبه للزوجه ديالي اللي كانت هولنديه وجايه من واحد البلد اللي هو مثلا اوروبي وبالاخص في هولندا، كل واحد تيقولها راسي جات غريبه. بقات تقول لي ويلي واش توصلت بهم المستوى انهم يدابزوا بجوج باش يشوفوا شكون غادي يربح وغادي يدينا يدير لينا اكرام الضيف. هذاك الشخص اللي كان تيهضر باللغه الانجليزيه ويقول لينا راه هاد السيده دابا غايديكم للدار، تقول لكم مرحبا بكم، يلا تجلسوا معاه مده يومين 3 ايام 4 ايام اللي بغيتوا، ما كاينش المشكل، تجلسوا معاه ما تخلصوا حتى ريال. هذه ما بين الاشياء الغريبه اللي تنقول لكم اللي غادي تلقاو في دوله ايران. شفت في الزوجه ديالي، قلت لها صافي واخا نمشيو معاه ما كاينش مشكل. مشينا معاه للدار، دخلنا للدار، قال لنا ها هو الدوش، ها هو التواليت، هو يعطينا بيت، قال لنا هذا هو البيت ديالكم. احنا دابا جالسين، طيب فهم كافيين، ها هو احنا جالسين في هذا البيت، هذا انا غادي نعس هنا في هذه الناموسيه. طيب فهم كافيين. هاد العائله الايرانيه اللي مشينا عندهم كانوا عندهم جوج ولاد، كان محمد وعلي، وكان عندهم البنت الثالثه ما عقلتش على السميه ديالها. علاش؟ لان معظم الاوقات كانت كتهضر مع الزوجه ديالي بزاف، وكانت تحاول انها تتعلم اللغه الانجليزيه معاهم، لان العائله كانت محافظه بعض الشيء، وقليل فين انه تيجي كما تنقولوا حنايا واحد الاي كونتاكت، واحد الاتصال بالعينين ولا شي حاجه، حتى انك تسلم اليد ما كانش، بالاخص مع الزوجه ديال السيد او البنت ديالو. كانت معظم ديال الاوقات تنجلس مثلا مع محمد وعلي ومع الراجل اللي استقبلنا. الراجل والاولاد ديالو كانوا انهم تيتقاتلوا بزاف باش يعلموني اللغه الفارسيه، بالاخص محمد وعلي. محمد وعلي ملي كنت نعمر معاهم كانوا تيحاولوا انهم يعلموني كيفاش ننطق او نقول انا اسمي امين، تشرفت بالمعرفه ديالكم. كانوا تيقولوا لي خصك تقول هكا وخصك تقول هكا، رغم انهم صغار في السن، ولكن كتشوف ان كيفاش الناس بغاو يعلموك اللغه ديالهم، وفي نفس الوقت بغاو يتعلموا من عندك اللغه الانجليزيه. سلام مينامي امين ان ايش دي دانيس خوش بختم سلام مانو ماما عزيزه ماما من الاشياء اللي شفت في العائله هذه، بالاخص ملي قلت لهم انا من مراكش، اي يعني من المغرب باللغه الفارسيه ديالهم، قلت لهم غير من مراكش، هما يقولوا لي سعد المجرد، وبقاو تيقلبوا لي التلفازه، لقيت بان سعد المجرد بحال قلت عنده واحد الشهره تما بزاف، معظم الايرانيين تعرفوا سعد المجرد، تيجي تقول لك اه سعد المجرد. والغريب في الامر انهم حافظين الاغاني ديال سعد المجرد، ملي تيجي تيسولني انا تقول لي واش حافظ الاغنيه ديال سعد المجرد، الاغنيه الفلان الفلانيه مثلا، تقول له لا راه محافظها شي، يقول لي ويلي كيفاش انت مغربي وما تعرفش سعد المجرد. ولقيتهم انهم تيتفرجوا في التلفازه، تيبقاو يشطحوا مع الاغاني ديالو وعارفينه، حتى انهم كاين بعض الايرانيين اللي عارفين الاب ديالو والام ديالو، في حين انايا هذيك الساعه ما كنتش عارف الاسم ديال الاب ديالو والام ديالو، وجاتهم بعض واحد النوع من الغرابه، كيفاش انت هي من مراكش يعني المغرب
وما عارفش الاسم ديال الام والاب ديال سعد مجرد، وما كتعرفش الاغاني ديال سعد مجرد، وما حافظش الاغاني ديال سعد مجرد. كاين واحد حاجه مهمه خصني نقولها، وهو اي واحد سافر لايران غادي يلاحظ بان النساء الايرانيات او الفتيات الايرانيات عندهم واحد الادمان بالماكياج، بالاضافه انهم عندهم ادمان على العمليات التجميليه، حتى انهم الماكياج الايراني واحد الشيء غريب تما. وكان هذه ما بينت الحوايج اللي الزوجه ديالي بغات تجرب. ملي لقات هذيك البنت في هذيك العائله الايرانيه قالت لها جربي لي الماكياج الايراني، خليني ندير الماكياج الايراني ونشوف فراسي كيفاش غادي نبان بالماكياج الايراني. وحقا درت لي هذيك البنت، درت للزوجه ديالي الماكياج الايراني وشفت الماكياج كيفاش تجي مع الزوجه ديالي وشحال تيديروا. تيديروا بزاف ديال الماكياج، بالاضافه انهم تيديروا العديد من العمليات التجميليه بالاخص في الانف ديالهم او العينين ديالهم او تيديروا البوتاكس. هذه ما بينت الاشياء اللي كاينه في ايران، وزيد لك العمليات ديال التجميل تما مرتفعه. ونقدر نقول بان العمليات التجميل اللي تكونوا في ايران اكثر من العمليات التجميل اللي تكونوا في كوريا الجنوبيه. علاش؟ لان في ايران عندهم الجوده بالاضافه للاثمنه ناقصين بزاف. سعودي في فمك ودي ايرانيان ميك اب ار يو ايرانيان ناو هودي داتي سي ثانك يو فمك ممنون ميرسي. كانت هذه هي الحلقة الخامسة من برنامج رحالة في إيران. مازال لي 5 ديال الحلقات ونسالي هذه السلسلة هذه، وغادي ندخلوا لواحد البلد آخر إن شاء الله. إلى عجبتكم الطريقة هذه ديال التصوير كنتمنى أنني نعرف الرأي ديالكم في التعليق أسفله. ولو كنت أول مرة كتشوف القناة هذه كنتمنى أنكم تضغطوا على زر الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو هذا كنتمنى أنكم تضغطوا على زر ديال الإعجاب. تحياتي لكم وتل الحلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.